مدينة الرستان 26/4/2013. أحياء بالكامل مهجورة، دمار للبيوت في هذا الحي في مدينة الرستان جراء القصف اليومي. كما نرى أغلب البيوت في مدينة الرستان مدمرة جراء القصف المتكرر من قبل كتيبة الهندسة. خلو السكان من الأحياء، من هذه الأحياء خلوها السكان منها جراء القصف اليومي. هذه الأحياء كان تعج بالناس بالأطفال بالحركة، ولكن ما قام به بشار أسد من قصف وتدمير جعل هذا الحي خاليا من السكان بعد تدميره من قبل عصابات بشار الأسد. 26/4/2013 مدينة الرستان.